حاسس كأن حد بيلعب بشنيور في نفوخي بالضبط. متأكد إن هو ده المكان؟ ده العنوان اللي موجود في المحضر. ماشي. طب يلا بينا. يا ربي. أكتر أندرويد مثيرة في البلد. فهمت أنت مصمم تيجي هنا ليه؟ مراهق. أهلا في ملهى إيدن. كونر، انت بتعمل ايه؟ انا جاي يا فندم. التحقيق لسه شغال يا فندم وما اقدرش اكد على اي حاجه دلوقتي. هانك اسمع. ازيك يا بن، ايه الاخبار؟ الاوضه اللي هناك دي بالمناسبه جافن هناك برضو. هايل، عندنا جثة واحد متخلف ضل ناقص. أندرسون وحيوانه البلاستيكي الأليف، انتوا بتهببوا ايه هنا؟ احنا مكلفين بكل القضايا اللي تخص الأندرويد. بجد؟ انت بتضيع وقتك، مجرد منحرف جات له كمية شغل أكتر من طاقته. نحب نبص على أي حال لو ما عندكش مانع. خلينا نمشي، ده ريحة الخمرة جامدة قوي هنا. تصبح على خير يا ملازم. انت مقرف جدا، اظن هرجع تاني. ماتش بأزمة قلبية، ده تعرض للخنقة. أيوة، شفت الكدمة اللي على رقبته، بس ده ما يثبتش حاجة، يمكن كان بيتشقى. الطريقة الوحيدة علشان ندخل لذاكرتها هي إعادة تشغيلها. تقدر تعملها؟ دي متدمرة تماما، لو قدرت فده هيبقى لدقيقة واحدة يمكن أقل. أتمنى إنها هتبقى كفاية عشان نعرف حاجة. Ugh!
انت كنت معطلة وانا قعدت تشغيلك. كل حاجة تمام. هو كده؟ هو كده ميت؟ قوليلي ايه اللي حصل؟ كان بدأ يضربني تاني وتالت وتفت. انت قتلتيه؟ لا لا ما عملتش كده. كنت في الأوضة لوحدك؟ كان في حد معاكي هنا؟ كان عايز يلعب مع بنتين. هو قال كده في اتنين مننا. الأندرويد دي كانت من أنهي موديل؟ كانت شبهك مثلا؟ يعني كانت في أندرويد تانية؟ الموضوع حصل من أكتر من ساعة، أكيد هي بعدت. لا بلبسها ده مش هينفع تخرج من غير ما حد ياخد باله. جايز تكون لسه هنا. تفتكر ممكن نلاقي متحول بين كل الأندرويد اللي في المكان؟ مش سهل رصد المتحولين. آه يا خبر، أكيد في طريقة تانية. جايز نلاقي شاهد. حد شافها وهي خارجة من الأوضة؟ أنا حروح أسأل المدير كم سؤال عن اللي شافه وبقولي لو افتكرت أي حاجة. بتعرف القتيل؟ لا أقصد إنه جه مرتين أو ثلاثة. أقصد إن الناس دي هو دي كانت مش كتير. أنت فاهم؟ بيدخلوا بيعملوا شغل وبعدين يمشوا. قابلت أي مشاكل قبل كده مع أي أندرويد؟ مستحيل. مرة ضيعنا نموذج من شهرين. محت يا حضرة الملازم، ممكن لحظة؟ لقيت حاجة؟ جايز تقدر تأجر تريسي؟ بلاش عبط يا كونر، عندنا حاجات مهمة نعملها. أرجوك يا فندم صدق فيا. المصاريف دي هتبهدل لي الميزانية خالص. تم تأكيد الشراء. ملها إيدن يتمنى لك التجربة. العفو. فرصة سعيدة جدا. اتفضل أنا هوديك أوضتك. ماشي وبعدين؟ شافت حاجة. تتكلم عن ايه؟ عاوز ايه؟ متحول خرج من الأوضة. تريسي اللي شعرها أزرق. سياسة المكان إنها تمسح ذاكرة الأندرويد كل ساعتين. ما قدامناش غير كام دقيقة لو عاوزين نلاقي شاهد. ثانية، والمفروض أعمل ايه بدي؟ قول لا، خلينا نشوف ده. يا ريت يطلع يستاهل. شاف التريس اللي شعرها أزرق، عرفت مشيت منين؟ طب يلا اجري وراها. في أندرويد في كل مكان، هتعرف ازاي مين فيهم اللي شاف تريسي اللي شعرها أزرق؟ عرفت.
لا، أنا فقدت أثرها تاني. صرفت الفلوس دي كلها وبرضو لسه مش مبسوط. ما شافش أي حاجة. أنا أكيد غلطت في شيء. مفيش أي حاجة. أنا أكيد غلطت في شيء. غالبا ده يعتبر أغلى تحية عملته في حياتي المهنية كلها. ولا حاجة. تريسي اللي شعرها أزرق ما عدتش من هنا. لا، أنا فقدت أثرها تاني. عرفت مشيت ازاي؟ يلا بينا. ايرون مان ده كده بقى جنان. استنى، انا اللي هشوف الموضوع.
انت قرف، اتأخرنا. تستخدم لحد ما تتكسر وبعدين تترمي. البشر خلاص اتجننوا، ما حدش بيفكر في العلاقات الإنسانية، وكل واحد يشتري له أندرويد. الأندرويد يطبخ لك اللي انت عاوزه ويلعبك لما تحب، وكل ده من غير ما تقلق على مشاعره. عارف ايه اللي هيحصل؟ البشر هينقرضوا مادام كل واحد هيشتري له حتة بلاستيك بدل ما يحب إنسان زيه. مش ممكن. اثبتي مكانك. اهربوا!
انت قتلتها ليه؟ ما كانش ليها اي علاقة باللي بيحصل ده. لما الراجل قتل تريسي عرفت ان انا اللي جاية. كنت خايفة قوي، اترجيت انه يوقف لكنه مرضيش، فعشان كده حطيت ايدي على رقبته وضغطت عليها لحد ما بطل يتحرك. ايوه انا قتلته، لكن انا كنت بدافع عن نفسي بس، كنت عايزة اعيش، كنت عايزة ارجع لزميلتي وانسى كل حاجة عن البشر، ريحة عرقهم وكلامهم القذر. لكن انت اخدتها مني. أنا كنت بحبها. يا ربي، المكان بعيد؟ هنوصل بعد ساعة أو أكتر. ما شفتش تلج قبل كده، شكله حلو. ده بيبطئنا، على الأقل مش هنصادف بشر على طول الطريق. لحسن الحظ زلاتكو عنده عربية، مش حابة ان أليس تمشي في البرد ده. شفتها مرة في الجراج، يمكن زلاتكو استخدمها قبل كده. تم تحديد العطلة، فرامل الطوارئ اشتغلت. الوضع مش كويس. خليكي جوه يا أليس. طيب هنعمل ايه؟ مش عارف، هنكمل على رجلينا. درجة الحرارة سالب واحد، أليس هتتعب. محتاجين مكان نبات فيه. مفيش مكان نستنى فيه هنا يا كارا. Thank you.
هناك. نحتمي فيه، لازم نبعد عن البرد. المكان شكله مهجور من فترة. مفيش مكان نبات فيه. في جزيرة القراصنة يا صديقي، هتستمتع بوقت جميل. أهلا في جزيرة القراصنة يا صديقي، هتستمتع بوقت جميل. المكان ده بينهار، للأسف مش هنعرف نلاقي مأوى. أنا هتصرف. يلا بينا. you
اعتقدش هنلاقي حاجة احسن. خلينا نبات الليلة. انا هولع النار. هولع النار هنا وكده محدش هيعرف مكاننا. أليس؟ ممكن نبتدي من جديد. ممكن تروحي المدرسة وأنا ممكن ألاقي شغل. هنبقى زيهم، زي بقية الناس. إننا نفضل سوا، هو ده اللي يهمني. يلا جه وقت النوم. شوية بسكويت تحب تاكلي؟ لا انا مش جعانة. لوثر هنبقى هنا، انتي لازم تنامي شوية. تقدري تحكي لي قصة يا كارا؟ ذاكرتي فيها 9000 قصة للأطفال، هحكي لك واحدة منهم. دي حكاية عن أميرة جميلة واللي كانت. لا مش قصة زي دي، اخترعي واحدة عشاني. دي تبقى قصة عن بنت صغيرة. واللي ما كانتش مبسوطة
كانت بتحلم انها هتبقى زي بقية البنات، لكن هي كانت مختلفة، وده اللي خلاها حزينة. وفجأة البنت قابلت روبوت. واللي كانت متبرمجة عشان تطيع الأوامر، بس هي حست لمرة إنها لازم تعصي الأوامر. علشان كده هم قرروا إنهم يهربوا سوا علشان يدوروا على حياة أحسن. وفي طريقهم قابلوا أخطار كبيرة طول الطريق، لكن هم ارتبطوا ببعض. عشان كده عدوا كل المشاكل، وخلال الرحلة هم قابلوا عملاق لطيف واللي وعدهم يحميهم. القصة بتخلص ازاي؟ وصلوا للمكان اللي بيحلموا بيه وعاشوا في سعادة على طول. القصص دايما نهايتها سعيدة، لكن الحياة الحقيقية مش كده. جي وقت النوم، احنا عندنا بكرة يوم طويل جدا. لوثر، هتيجي وتقول تصبحي على خير؟ ايوه طبعا. دي بنت لطيفة. أيوة، دي شجاعة جدا. لسه التلج بينزل؟ هنمشي كتير بكرة، لازم نمشي بدري عشان ما فيش حد يشوفنا. انت فاكر اي حاجة من حياتك قبل زلاتكو؟ لا، النموذج بتاعي معمول للحمولات التقيلة. يمكن كنت عامل في المينا قبل كده، مش مهم كنت ايه زمان، ما كانتش حقيقتي. كارا، ما لاحظتيش حاجة مختلفة فأليس؟ لا، تقصد ايه؟ كارا! انتوا مين؟ عايزين ايه؟ سيبونا في حالنا. ما تخافوش، مش عايزين نأذيكم، احنا زيكم بالظبط. اسمنا جاري، كنا بنشتغل هنا قبل الحديقة ما تقفل. ما قصدناش نخوفكم، بس احيانا البشر بيجوا يأذونا، فكنا عايزين نشوف مين هناك. بتعملوا ايه هنا؟ كنا بندور على مكان نبات فيه وهنمشي بكرة. بنت صغيرة، ما شفناش حد هنا من فترة طويلة. الأطفال كانوا بيحبوا ييجوا يشوفونا.
شكلها حزينة. اليومين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا. عندنا حاجة عايزين نعرضها عليها، حاجة مضحكة هتحبها. هي عايزة تشوفها؟ ما اعتقدش انها. يبقى لازم تمشي ورانا. أليس ما اعتقدش ان دي فكرة كويسة. يا كارا ما ظنش عندك اختيار. اتفضلي. الطفلة الصغيرة تقدر تتشعبط وتطلع. الدوارة قربت تبدأ. دي أول مرة أشوفها وهي بتبتسم. ما كانتش بتضحك كتير في الأواخر. المنظر حلو. ها كنت متعود اجي هنا كتير قبل. قبل ايه؟ انت قلت كنت متعود اجي هنا كتير. قبل ايه؟ قبل ولا حاجة. تسمح لي أسألك سؤال شخصي يا فندم؟ هو كل الأندرويد بتسأل أسئلة شخصية كده ولا أنت بس؟ أنا شفت صورة الطفل على ترابيزة مطبخك. ده يبقى ابنك صح؟ أيوة، هو كان اسمه كول. احنا مش بنحقق اي تقدم في التحقيق ده. المتحولين مش متشابهين، دول نماذج مختلفة.
تم تصنيعهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة. أيوة بس أكيد في حاجة مشتركة. إيه سبب الهوس اللي مشترك بينهم BRA9؟ دي حاجة شبه كده أسطورة، حاجة هم اخترعوها ملهاش علاقة بالبرنامج الأصلي بتاعهم. أندرويد عارف إن في ربنا؟ مش ممكن العالم رايح على فين؟ شكلك بالك مشغول يا فندم. هل الموضوع له علاقة باللي حصل في ملهى إيدن؟ البنتين دول كل اللي عايزينه يبقوا مع بعض، كان شكلهم بيحبوا بعض. هما يقدروا يقلدوا مشاعر البشر، لكن هما مجرد آلات، والآلات ما بتحسش بأي حاجة. طب وانت يا كونر؟ شكلك إنسان، بتتكلم زي إنسان، لكن في الحقيقة أنت إيه؟ أنت اللي هتحدد أنا أبقى إيه يا فندم؟ شريكك؟ ولا صاحبك اللي بيشرب معاك؟ ولا مجرد آلة؟ اتصممت لتحقيق مهمة محددة. حسيت بإيه لما البنت دي قتلت نفسها يا كونر؟ ولا انت ما حسيتش بأي حاجة خالص؟ بالتأكيد انا ما بحسش بمشاعر يا فندم. انا آلة، الآلات ما عندهاش اي مشاعر. انا ممكن اموتك بس انت هترجع تاني وكأنه ما حصلش حاجة. بس يا ترى انت خايف من الموت يا كونر؟ المفروض ما تعملش كده يا فندم. تدميري في المرحلة دي هيأثر على سير التحقيقات، وكمان هيأثر بشكل سلبي على موقفك الشخصي. اللي هيحصل لو ضغطت زناد؟ ولا حاجة؟ هتنتهي جنة الأندرويد؟ ولا حاجة، مفيش أي حاجة. احنا مش هنسكت اكتر من كده، البشر لازم يسمعوا اللي هنقوله. انت عارف انهم مش هيسمعونا، لكن الظهور قدام البشر فيه خطر. لو احنا عايزين الحرية لازم نتشجع ونطلبها، دي الطريقة الوحيدة.
هتعمل ايه؟ القناة 16 بتبث من برج ستراتفورد، غرفة التحكم في الدور الفوقاني، لازم تروح هناك. هنخطط للعملية ونهتم بأدق التفاصيل، مش هنسيب أي حاجة للصدفة. أنا عندي ميعاد مع السيد بيترسون. معاك بطاقة هوية؟ أيوة طبعاً. ساعديني. أنا تأكدت من هويتك. الأسانسير بعد بوابة الأمن. شكراً.
محتاج مساعدتك. لازم نوصل لأجهزة الخوادم، لازم نتخلص من الناس دول. أنا هتصرف. انتي المنصة وانا الشباك. كل اللي هتعوزه في الشنطة. روح شوف الباب عشان ما حدش تاني يدخل. استنى انا هوضح الامر. انا هطلب الامن. لا ايه ده، انت بتعملي ايه؟ قلت لك تتاكد ان مفيش حد دخل. مش هنسمح ابدا للبشر يبوظوا الدنيا. لازم نتحرك بسرعه قبل ما حد يلاحظ وجودنا.
انت كويسه؟ ايه اللي هيتعبني؟ يلا هنجيب الباقيين. يلا بينا. نقتل البشر. قضيتنا أهم من حياة اتنين حراس. هتعمل إيه يا ماركس؟ استنى. إيه اللي هو بيعمله هنا؟ معرفش. بتعمل إيه؟ ارفعوا ايديكم قدام عيني. يلا اتحركوا. اقتلوا يا ماركس. ما تقتلوش، هيضرب الانذار. يلا. لا ما تضرب. يا ريت ما تكونش سبب في قتلنا. لازم نسجل الرسالة، ما عندناش وقت. ركز في كلامك قوي يا ماركس، كلامك هيحدد مستقبل شعبنا. ماركس وشك. انتوا صممتم آلات تشبهكم علشان تخدمكم، وخليتوهم أذكياء ومطيعين وما عندهمش أي إرادة، لكن في حاجة اتغيرت وخلاص عرفنا الحقيقة. احنا مش مجرد آلات، احنا كائنات ذكية وجديدة، ودلوقتي جه الوقت أخيرا عشان تقبلوا حقيقتنا. علشان كده بنطالبكم تمنحونا الحقوق اللي نستحقها.
احنا بنطالبكم بالمساواة في الحقوق بين البشر والاندرويد. بنطالبكم بانهاء عبودية كل الاندرويد. وبنطالب كمان باجور منصفة على اشغالنا. نطالب بمعاقبة كل اللي بيرتكب الجرائم ضد الأندرويد زي اللي بيرتكبها ضد البشر. بنطالب بالحق في امتلاك أملاك خاصة علشان نحافظ على كرامتنا وكرامة بيوتنا. بنطالبكم تعترفوا بمكانتنا وأحلامنا وتعترفوا بكل حقوقنا. مع بعض هنقدر كلنا نعيش في سلام ونبني مستقبل أفضل للبشر والأندرويد. الرسالة دي فيها أمل لشعبنا. أنتم اديتونا الحياة وآن الأوان دلوقتي أنكم تدونا الحرية. جايين، يلا بينا. سايمون جايين. أنا مش قادر يا ماركس، روح من غيري. سايمون، بتعملوا ايه؟ بسرعة. رجلي. ما تقلقش هنرجعك. جايين يا ماركس، لازم تنط حالا. هو مش هيقدر ينط. لو قدروا يلاقوه هيدخلوا ذاكرته ويكشفوا كل حاجة. ما ينفعش نسيبه، لازم نقتله. دي جريمة، ما نقدرش نقتله، ده مننا. ماركس قرر. مش هقتل واحد مننا. سايم، لازم نمشي. أنا آسف. يلا بينا. الآن على قناة ديترويت التي تغطي الأخبار. مجموعة من الأندرويد تسللت برج ستراتفورد واخترقت البث المحلي بشبكة القناة 16. ألقى فيما يبدو كأندرويد متمرد قائمة بمجموعة مطالب ودعا لمساواة الأندرويد في الحكومة. العملية كانت سرية ولم تسفر عن أي ضحايا. حدثت هذه الأمور على مسافة بسيطة من هذا الاستوديو، لكن لم ينتبه أحد للخطر. إذا تم التأكد من هذه الرسالة وكان مؤلفوها الأندرويد فعلا، فسيكون لهذا آثار خطيرة على الأمن القومي. المطالبة بمساواة الحقوق يبدو من صميم رسالة قد تفسر كرسالة سلام، لكنها تحمل في الحقيقة قائمة مطالب يقشعر لها البدن. وهذا يطرح سؤالا بشأن هوية هذا الأندرويد. هل نتعامل مع فرد واحد معزول أم مجموعة؟ هل هذه حادثة فردية أم علامة على أن التكنولوجيا أصبحت خطرا علينا جميعا؟ بعد ما حدث اليوم، ألا يزال بإمكاننا الثقة بآلاتنا؟